إذا عندك الصلع في الفروة الرأس ديالك سواء النساء أو رجال كذلك كتعاني من تساقط الشعر شديد جدا، شعرك كيتساقط بكمية اللي هي كثيرة، وعندك الفراغات الأمامية بشكل اللي هو كبير بزاف، والشعر ديالك فيه تونيا، فيه بزاف المشاكل اللي ما كتخليش الشعر ديالك يبان قوي ويبان بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم زيت من أروع ما يكون، وصفة طبيعية 100% غترجع لك الشعر ديالك القوة ديالو، بصيرة الشعر غتزيد تقوى، الخلفة غتكتاف ما شاء الله، شعرك غيولي كثيف لواحد الدرجة كبيرة، اللي شافك غيقول لك شنو درتي للشعر ديالك، وانت غتستعملي غير هذا الزيت اللي غنحضر معاكم، رائع جدا واقتصادي وسهل، وممكن أي واحد دابا كيشوف فيا ويستعملوا إن شاء الله ويجربوا وغتشوفوا نتائج جدا رائعة بإذن الله. داكشي علاش تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر باش ما تزقلوا حتى شي حاجة، وقبل ما نبداو الفيديو كيف من العادة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، حتى نتوما صليوا على نبينا في لي كومونتير باش إن شاء الله يكون الأجر ليا وليكم بحول الله. والناس اللي اول مره غيشوفوا قناتي ولا غيشوفوا هذا الفيديو هذا، ما تنساوش تابوناو عبر الضغط على زر سبسكرايب او الاشتراك اللي كاين تحت بالاحمر، وفعلوا الجرس باش ان شاء الله توصلوا دائما بالجديد وتوصلوا بنوتيفيكاسيون باللي حطيت فيديو جديد، واكيد لايكات لايكات ديالكم في هذا الفيديو، نوصلوا هذا الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات باش يوصل اكبر عدد من الناس، وكلشي يستافد اللي عنده الفراغات والصلع والناس اللي كيعانيو من هذه المشاكل هادو غيتهناو من هذا المشكل للابد بهذه الوصفه الطبيعيه الرائع اللي شاركتها معكم من القلب. كنتمنى منكم فقط انكم ديروا اللايكات ديالكم، اي واحد كيتفرج فيا ما غتخسر والو الا خليتي لايك في هذا الفيديو، بالعكس غتزيد تعاون هذا الفيديو باش يطلع اكثر الناس اللي باغيين هذه الوصفه هذه وكيقلبوا عليها. دونك ان شاء الله باش يكون الاجر ليا وليكم ان شاء الله بحول الله. بالنسبه لمكونات الوصفه سهله جدا، اول حاجه غادي تاخذوا الزنجبيل او سكينجبير طري، وغادي نتحكوه مزيان مزيان في حكاكه اللي هي رقيقه، ما تحكوش في حكاكه غليظه، حكوه في حكاكه رقيقه جات تقريبا ديال واحد المعلقه كبيره من الزنجبيل طري او الزنجبيل الاخضر محكوك في الحكاكه رقيقه. وهنا غادي ناخذوا طحانه او مولينكس، فاش غادي نطحنوا حب رشاد، هنا عندي حب رشاد ما شاء الله، والفوائد ديالو بالنسبه للشعر كيطول لنا الشعر ما شاء الله، كيكتف لنا الشعر، كينوض لنا الخلفه، كذلك كيحيي لنا البصيله الشعر اللي كتكون ميته، بصيله الشعر كتموت بالسشوارات المواد الكيماويه بالصبايغ بزاف د الحوايج، هاد الوصفه هادي كتعاود تحيي لك بصيله الشعر من جديد وكتعاود تقوي لك الخلفه ما شاء الله، والشعر كيولي كثيف جدا. غناخذ تقريبا جات واحد جوج معلقات كبار من حب الرشاد. وهنا عندي زريعه البصله، الناس اللي ما عارفين زريعه البصله يكفي فقط تمشي عند اي عطار او لاي عشاب قريب ليك كيبيع هادشي ديال المواد الطبيعيه والاعشاب، غتقول لي عطيك زريعه البصله جوج دراهم راه تبارك الله الخير والبركه، غيعطيك زريعه البصله راه كتكون الشكل ديالها قريب للسانوج. والناس اللي ما متوفرش عندهم زريعه البصله ماشي مشكل، تقدروا تحيدوه وتعوضوا في بلاصتو السانوج او الحبه السوداء، يعني بحال الفوائد ديال الحبه السوداء بحال زريعه البصله بالنسبه للشعر، نتوما كيبقى لكم الاختيار، ولكن انا كنفضل تكون زريعه البصله من الاحسن، ما كانتش ديروا السانوج. صافي كيف مشوا معايا خديت واحد المعلقه كبيره من زريعه البصله، وغادي نطحنهم جيدا حتى غيندمج ليك حب رشاد مع زريعه البصله، وغادي نحصل على المكونات بهذا الشكل هذا. حاولوا ما تطحنهمش بزاف بزاف، عاوتاني كيوليو بودره اللي هي يعني خفيفه بزاف، حاولوا انكم تخليهم باينين لاننا حنا مازال بغيناهم يطلقوا لنا في هذيك الزيت. انتم غتبعوا معايا المراحل باذن الله، داكشي علاش كنقول لكم تبعوا معايا الفيديو للاخير لانه كل افاده مشاركه معكم كل شيء مرحله بمرحله، الا مشيتي حتى زقلتي مرحله واحده من هذه الوصفه هذه ممكن الوصفه ما تصدقش معك نهائيا. صافي غادي تاخذوا شي كاسرونه وغادي تضيفوا فيها داك حب الرشاد وزريعه البصله او السانوج اللي استعملتوا السانوج مطحونين، غادي تستعملوهم في ديك الكاسرونه، وغنضيف لهم هنايا هذاك الزنجبيل طري او الزنجبيل الاخضر اللي فايت لي حكيته من قبل، غادي ناخذ تقريبا جات واحد المعلقه كبيره بهذا الشكل هذا، غادي نضيفوا المكونات الاخرين وغادي نخلط مزيان مزيان هاد المكونات حتى غيندمجوا مع بعضهم باش نكمل باقي المراحل معكم. واكيد اكيد ما تنسونيش من اللايكات ديالكم في هذا الفيديو، بغينا نوصلوا ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات لانه صراحه فيديو كيستاهل مليون لايك ووصفه كتستاهل تشجيعات ديالكم. وهنا عندي الثومه
اولا الثوم الاحمر العادي اللي كنستعملوه في الطبخ ديالنا. الثوم ما شاء الله كيقوي بصيرات الشعر، كيقوي الخلفه، كينبت لنا الشعره من الجدر. كتشوفوا داك الشعر الصغير اولا داك الشعر الرقيق كيبدا يبان، سبحان الله كيبدا ينبت من الجدر. كذلك كيمنع تساقط الشعر تماما. الناس اللي كيعانيو من تساقط الشعر عفوا، راه الثوم صراحه رائع جدا، واستعملوه بالقشور ديالو كيف ما شفتوا معايا. ما تنقيوهش، غادي تاخذوا جوج دروس ديال الثوم وتضيفوهم للخليط، وكيف ما شفتوا معايا كنقطعهم تقريبا واحد القطع اللي هي صغيره، غير باش هكا يطلقوا ليا مزيان في هذيك الزويته اللي غادي نضيف من بعد. وهنا عندي القرنفل اولا المسمار. القرنفل ما شاء الله ما شاء الله البنات، راه من اروع المكونات بالنسبه للشعر، وكنقولها وكنعاودها دائما في الوصفات ديالي، دائما دخلوا القرنفل في الوصفات ديال الشعر، دائما هذه تكون عندكم عاده، لان القرنفل هو الاساس بالنسبه للناس اللي فقدوا الشعر ديالهم، عندهم الصلع، عندهم التونيا، كذلك الفراغات، الناس اللي عندهم تساقط الشعر، القرنفل كيحيي لنا الشعره من جديد، كذلك كيخليها كيف ما كنقولوا كترجع لنا الزغبه قويه على الصح، يعني كتنبت على الصح. وانا عندي واحد الكاس صغير تقريبا ديال العنبه، كاس صغير من الزيت العادي النباتي ديال نوار الشمس، هنا دركت غير الاسم ديال لامارك هكا باش ما نديروش الاشاره حتى شي حاجه، حنا فقط بغينا يعني ماشي بالضروره الماركه، الاهم حاجه ويكون زيت نوار الشمس، ما يكون زيت الزيتون، لاننا غادي نوضعوه فوق النار وبغينا يتبخ مزيان. وزيت الزيتون الا وضعنا فوق النار اللي هي مجهده بزاف اولا خليناه كيسخن بزاف غادي يولي لنا سام عاوتاني للشعر. دونك غادي نستعملوا زيت نوار الشمس ونخليوه يغلى مزيان 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 تقريبا في نار مهيله، غير واحد 5 دقائق غير يدفى لكم هذاك الزيت صافي حيدوه، ما تخليوش مده طويله حتى يتحرق. بغيتو تستعملوا زيت الزيتون استعملوه ما كاينش مشكل، ولكن الا استعملتوا زيت الزيتون غير تحسوا به سخن صافي حيدوه، ما تخليوش نهائيا، حيت زيت الزيتون الا ما رديتيش معاه البال دغيا دغيا كيتحرق وكيولي سام. فوالا حبيباتي، من بعد ما خلطت الوصفه ديالي جيدا صافي وضعتها فوق النار، خليتها تبخات واحد شويه، واحد 3 دقائق حتى 5 ديال الدقائق صافي. وجبت هنايا واحد جبانيه وكذلك الصفايه فاش غنصفي جميع المكونات، لانني كيف ما قلت لكم هذه الوصفه هذه بغينا فقط هذاك الزيت، الزيت هو اللي داير عليه الفيلم كامل كما كنقولوا، هو اللي عليه العمده، حنا جميع المكونات وجميع الفوائد تلقوا لنا في هذيك الزويته ديالنا اللي غادي نستعملوها ان شاء الله باذن الله. اي واحد كيعاني من المشكل هذا، نساء ورجال، وكذلك اللي عندكم وليدات عندهم 10 سنين 12 عام وكيعانيوا من الشعر ديالهم خفيف، استعملوا لي هذه الوصفه هذه وغادي ترجعوا عندي وغترحموا لي الوالدين باذن الله. فقط دعوه الخير وخليوا لي التعاليق ديالكم وتشجيعات ديالكم في الفيديو. وبالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هذا الزيت هذه، غادي نطبقوا هذا الزيت هذا في الفروه الراس ديالكم، كذلك في الاطراف ديال الشعر، لان الوصفه كذلك نسيت ما قلتش لكم كترطب كذلك الشعر، كتخلي واحد الترطيب رائع جدا في الشعر وكتخلي واحد اللمعه زوينه بزاف. دونك استعملوه في جميع اطراف الشعر وركزوا مزيان على الفروه الراس، البلاصه اللي فيها الفراغات والبلاصه اللي عندكم فيها خاويه بزاف، اولا ما عندكمش مثلا الخلفه هنا القدام في الشعر ديالكم، حاولوا انكم تستعملوها في الخلفه وديروا حركه دائريه اولا مساج في ديك البلاصه مزيان 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 مده 10 دقائق حتى 15 دقيقه وتخليوها في الشعر ديالكم، ديروا بوني اولا بلاستيك غذائي واحد ساعه المكانه، الله يجعل البركه صافي، ودخلي دوشي بالصحه والراحه. هذه هي الوصفه ديالنا السهله واقتصاديه في متناول الجميع، وكذلك تداومي عليها جوج مرات في الاسبوع حتى 3 مرات في الاسبوع الا بغيتي تشوفي النتائج اسرع باذن الله، استعملها 3 مرات في الاسبوع. راه من الاسبوع الاول غيبدا يبان لكم الفرق، كنقول غيبدا يبان لكم الفرق، يعني غتلاحظوا الفرق في الشعر ديالكم، وغادي تداوموا عليها المده اللي غيبان لك الشعر ديالك صافي رجع للطبيعه ديالو والبصيره الشعر قوات، ديك الساعه تقدري تحبسيها. وان شاء الله نتمنى الفيديو اليوم ينال الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو فيديو جاي بخير وعلى خير، بوسه كبيره لكم، باي باي.